بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة الثانية من حل الأسئلة الوزارية للفصل الرابع التكامل غير المحدد. وصلنا للسؤال التاسع. جد التكامل، هاي هنا عندنا التكامل، الجذر التكعيبي، وداخل الجذر موجود عندنا اكس اس 5 المن للدي اكس. هذا جانا بالدور الاول سنة 16-17. طبعا هنا من نجي اريد نحل هذا السؤال، اول خطوة لازم نتخلص منين؟ من الجذر. اذن اول خطوة لازم نتخلص منين؟ من الجذر. شلون نتخلص من الجذر؟ نقسم اس المتغير على دليل شنو هنا عندي؟ على دليل الجذر. ايش قد اس هذا المقدار اللي موجود هنا عندي؟ 5. اذا راح يصير عندي 5 على 3. فهسه الخطوة الاولى نقول هنا عندنا تكامل، تنزل علامة التكامل، وهنا راح يصير عندنا اكس مو 3 على 5 اللي داخل الجذر اللي موجود هنا الاس مالته ايش قد؟ فيصير لنا 5 على ايش قد؟ 5 على 3. وهنا عندنا دي المن دي للاكس. هاي الخطوة الاولى انه شنو هنا عندنا؟ نتخلص من الجذر. اذا بالتكامل دائما اذا عندي جذر اتخلص من عنده، واذا عندي كسر اتخلص من عنده، واذا عندي اقواس اتخلص من عنده، وذلك بضرب واحد بالثاني. وبالكسر اجي احلل واختصر، وبالجذر نقسم اس المقدار اللي داخل الجذر على دليل الجذر. هسه صارت عندي شنو؟ صار عندي متغير مرفوع شنو هنا؟ القوة. فاحنا دائما الشغل مالتنا ويا من؟ ويا القوة اللي مرفوع لها المتغير هاي اللي موجود هنا عندي. اذا راح اضيف لها شقد؟ اضيف لها شقد؟ واحد، واقسم على الاس الجديد. يعني هسه التكامل مالته شو يصير؟ نقول وتساوي لنا التكامل مالته راح يصير عندي اكس اس 5 على 3، واضيف لها شنو؟ واحد. واقسم على اليمن؟ اقسم على الاس الجديد. الاس الجديد وين؟ هذا هو عندي 5 على 3 زائدا شقد؟ زائدا واحد، زائدا شنو هنا عندي؟ زائدا سي. طبعا رموز التكامل هاي مين كتب؟ هاي هنا عندي هذا علامة الاس، وهنا عندنا الدي اكس ما نكتبهن. فاضيف للاس واحد واقسم على الاس الجديد. قلنا هذا من نريد نطلع الناتج مالتهم عرفناها. فقلنا هنا شنو نقول؟ نقول الباص زائدا شنو عندي؟ الباص زائدا المقام على اليمن على المقام ويساوي الباص ايش قد قيمته؟ القيمه مالت او اجي اطلع المضاعف، تريد تطلع المضاعف، بس احنا راسا نقدر نطلع الناتج مالتها. الباص ايش قد قيمته؟ نقول 5 زائدا هنا عندي 5 زائدا ايش قد؟ المقام ايش قد؟ 3 على اليمن على المقام 3، ويساوي ان الناتج مالتهم راح يطلع لنا 8 على ايش قد؟ 8 على 3. يعني هسه هذا هنا راح شو يصير عندنا؟ نقول ويساوي لنا خط كسر. هنا هاي عندي الاكس راح يصير هنا الاس مالته ايش قد؟ 8 على ايش قد؟ 8 على 3. او جوا ايضا راح اكتب 8 على ايش قد؟ 8 على 3 زائدا شنو؟ زائدا سي اللي هو ثابت التكامل. اذا اريد ابسطها بعد، هاي شلون ابسطها؟ هاي الخطوة اللي موجودة عندي هنا، العدد اللي موجود بالمقام هذا خليه قدام من؟ قدام هذا المقدار، بس راح تنقلب البسط يصير مقام، والمقام شنو؟ يصير نبسط، يعني تقلب القسمة إلى شنو؟ إلى ضرب. يعني ايش قد يصير هنا؟ يصير عندي، يصير عندنا 3 على ايش قد؟ 3 على 8. طبعا أنا نفس الخطوة رأسا هنا أقدر أخليه من أضيف واحد المن الأس المقدار وطلع الناتج مالته، أقدر يعني هاي الخطوة رأسا مكان ما أكتبها 8 على 3 رأسا أخليها 3 على 8. زين، هذا اذا اريد ارجع للاصل مالته اقدر نقول نكتب الجذر هذا مثل ما هو هنا عندي الجذر، ونخلي الاكس اللي موجوده هذا اللي بالباص يمثل لنا، يمثل لنا اس المقدار او اس الاكس هنا عندي ايش قد؟ 8. واللي بالمقام يكون عندنا دليل شنو هنا عندي؟ دليل الجذر اللي هو ايش قد؟ 3 زائد شنو؟ زائد سي. او قلنا واحد خاف يخربط بها يخلي 8 هنا او 3 يباوع دليل الجذر، ايش قد دليل الجذر؟ 3. اذا ايضا هنا لازم يكون نفس الشيء، يكون عندنا، يكون عندنا 3. اذا هسه هو هذا تكامل من؟ تكامل هذا المقدار اللي موجود عندي يساوي لنا 3 على 8 الجذر التكعيبي للاكس اس 8 زائد سي اللي هو ثابت شنو؟ ثابت التكامل. هسه وصلنا للسؤال العاشر، ايضا هذا عندي السؤال العاشر هنا عندنا. طبعا السؤال العاشر شنو هنا عندي؟ تكامل اكس تربيع، هنا عندنا جذر اكس اس 3 زائد 8 دي للاكس. فاحنا دائما اول ما نجي نتخلص قلنا منين؟ نتخلص من الجذر. اذا هسه هذا الحل مالتنا هنا راح يكون عندنا الحل، الخطوه الاولى راح نتخلص من الجذر.
فهسه هنا عندنا شوف هسه هذا المقدار، شوف هذا ما مرفوع القوة، مو واحد يقول ثلاثة، طبعا دليل الجذر ما مكتوب، واذا ما مكتوب يعني دليل الجذر هنا قد اثنين تربيعي، زين مو يقسم هذا ثلاثة على اثنين، ليش؟ لان هذا مقدار كامل هنا موجود عندي من حدين، اذا هسه هذا المقدار كله مرفوع القوة، والقوة اللي مرفوع لها قد واحد، ولانه واحد هنا شنو ما تنكتب عندنا، فهسه نقول ويساوي انه راح يصير عندي تكامل اكس تربيع، هنا راح يصير عندي قوس، راح يصير عندي اكس اس 3 زائد 8، وهذا المقدار راح يصير عندي الاس مالته شقد واحد، ودليل الجذر قلنا دليل الجذر هنا اليوم ما مكتوب شقد قيمته 2 واحد على 2 دي هنا شنو عندي؟ دي للاكس. هسه لما اجي ارد اكامل هذا شلون اكامله؟ اقول هاي صارت عندي داله شنو هنا عندي؟ داله قوسيه، هذا قوس، قوس مرفوع القوه. والقوس المرفوع القوه دائما احنا عندنا هاي الحاله الثانيه بحالات التكامل انه لازم يكون نلقى مشتقه داخل شنو؟ نلقى مشتقه داخل قوس، وانا داخل قوس هذا القوس، اجي على المشتقه مالته، شوف هذا داخل القوس، المشتقه مالته وينها؟ من تجي تشتق اللي داخل القوس عندك اكس اس 3 زائد 8، الاكس اس 3 ايش قد مشتقتها؟ 3 اكس تربيع، باوع؟ هاي الثلاثه تنزل قدام العدد وتنقص له واحد، ايش قد تبقى لنا؟ تبقى لنا 2، والثمانيه ايش قد مشتقتها؟ مشتقتها صفر، اذا هسه ايش اقول عليها؟ اقول عليها مشتقه داخل هنا شنو عندي؟ مشتقه داخل القوس. طبعا اذا كانت مشتقه داخل القوس موجوده شو اسوي لها؟ احذفها واضيف واحد للاس واقسم على اليمين على الاس الجديد. اجي اشوف هنا هل هاي المشتقه موجوده هنا عندي؟ لما اجي اباوع هنا ما موجود عندي 3 اكس تربيع، بس شنو موجود هنا عندي؟ موجود عندي بس الاكس تربيع. زين هاي الاكس تربيع على مود تصير نفس المشتقه ايش قد محتاجه؟ محتاجه عدد، شنو العدد اللي محتاجته؟ محتاجه العدد ايش قد؟ 3. اذا راح اضربها بثلاثه واقسم على اليمن على واحد على ثلاثه، يعني شلون؟ هاي خطوه ثانيه هنا راح اسوي لك اياها، نقول وتساوي لنا هاي التكامل هنا عندك اكس تربيع وهاي الداله نفسها اكس اس 3 زائد 8 هنا مرفوع القوه 1 على 2 دي للاكس، انا بعدني ما مكامل هسه هنا، اذا شنو محتاج اني؟ محتاج 3، اذا ما طول محتاج على مود تصير نفس مشتقه داخل القوس، فاخلي هنا قد العدد 3 واخلي خارج التكامل المقلوب مالتها، باو احنا عندك 3 تخلي 1 على 3، اذا محتاج 2 تخلي 1 على 2، اذا محتاج 4 تخلي 1 على 4، اذا محتاج 5 تخلي 1 على قد على 5، بحيث لما تختصر هاي الثلاثه ويا هاي الثلاثه راح ارجع لشنو؟ نفس شنو الخطوه السابقه. هسه هنا هذه صارت عندي وتساوي لواحد على ثلاثة اللي هي خارج التكامل، تكامل ثلاثة اكس تربيع وهاي الدالة القوسية اللي موجودة عندي هنا. هسه مشتقة داخل القوس صارت موجودة لو مو موجودة؟ موجودة. اذا هسه من موجودة شو اسوي لها؟ نقول تحذف. اذا ها شوف هاي مشتقة داخل القوس شو نقول عليها؟ نقول عليها تحذف. ورموز التكامل، هذا رمز التكامل هماتين هاي الاس اللي موجوده عندي، والدي اكس ايضا شنو؟ ايضا تحذف. وراح شو اسوي؟ اضيف واحد للاس واقسم على اليمين على الاس الجديد. طبعا النص من اضيف لها واحد، باو احنا عندك النص من اضيف لها واحد ايش قد راح يصير هنا عندك؟ قلنا الباص، هاي هنا عندي النص راح اضيف لها واحد. شلون اضيف لها واحد؟ نقول الباص زائد المقام على المقام، فالباص واحد زائد المقام 2 على 2 وتساوي لنا 3 على 2. يعني هسه هذه شو تصير هنا عندي؟ نقول وتساوي لنا بعد ذني مال التكامل ما ينكتبن، هاي الواحد على 3 اللي خارج التكامل تنكتب ما لي علاقه بها، هاي هنا ايش قد عندي؟ 1 على 3. نكتب الداله اللي موجوده هنا عندي اكس اس 3 زائد ايش قد؟ زائد 8. هذا الاس راح ايش قد اضيف له؟ اضيف له واحد، قلنا نصف، هاي هنا عندي نصف زائد واحد راح يصير ايش قد؟ يصير 3 على 2 واقسم على الاس، هذا الجديد ايش قد الاس؟ ايضا 3 على 2 زائد شنو؟ زائد سي. اذا كانت مشتقه داخل القوس موجوده شو اسوي لها؟ احذفها ويا من؟ ويا رموز التكامل. وايش قد اضيف للاس؟ اضيف للاس واحد، هي نص من اضيف لها واحد، ايش قد يصير عندي؟ يصير عندي 3 على 2، اذا هنا يصير عندي 3 على 2 واقسم على الاس الجديد اللي هو ايش قد؟ 3 على 2، زائد شنو؟ زائد سي. طبعا اذا المشتقه كانت محتاجه فد عدد انا من حقي اوفر بس اعداد، بس اذا محتاجه متغير ما من حقي اوفر شنو؟ متغيرات. هسه هنا انا كانت عندي شنو هي المشتقه من طيني بس اكس تربيع، محتاجه 3 فضربتها ب 3 وقسمت على ايش قد؟ على 1 على 3.
زين، فهسه انا راح شنو نقول هنا عندنا؟ نقول وتساوي لنا هذا المقدار اللي موجود عندي، اذا اريد ابسطها بعد هنا عندي، نقول هنا عندي 1 على 3 موجود عندي في هذا اللي بالمقام، قلنا تقلب القسمه الى شنو؟ الى ضرب. 3 على 2 يعني تصير 2 على 3. هذا اذا اريد ارجع للجذر مالته للحاله الاصليه اقدر ارجعه، اقول نكتب الجذر مثل ما هو ونخلي هذا المقدار اللي داخل الجذر اللي هو x اس 3 زائد ايش قد؟ زائد 8، وتخلي هنا عندك قوس. هذا اللي بالباص يمثل لنا الاس، شو يمثل لنا؟ الاس. اذا هذا يمثل لنا هنا شنو عندي؟ الاس. وهذا اللي جوا شو يمثل لنا؟ يمثل لنا دليل شنو؟ دليل الجذر. اذا الاس هنا ايش قد راح يصير؟ الاس يصير عنده 3، ودليل الجذر ايش قد هنا عندي؟ 2 زائد شنو؟ زائد سي. طبعا دليل الجذر شوف هنا ايش قد، هنا دليل الجذر 2، هنا نفس الشيء يبقى لنا 2. بعد بها تبسيط عندك هنا، هذا نضرب الباص بالباص والمقام في المقام، وهاي تبقى نفسها. نقول وتساوي لنا هنا يصير عندك 1 في 2 ايش قد، هنا يصير عندنا 2، وعندك 3 في 3 ايش قد؟ 9. وهنا الداله اللي موجوده عندي هذا جذر هنا عندي شنو؟ هنا عندي اكس اس 3 زائد 8 مرفوع للقوه 3، ودليل الجذر 2 انكتبه او ما انكتبه، هو جذر تربيعي زائد شنو؟ زائد سي. اذا هو هذا تكامل الداله شنو هنا عندي؟ تكامل الداله القوسيه. سؤال 11، جد التكامل الاتي. هاي عندنا علامه التكامل هنا، الجذر التكعيبي 2 اكس تربيع ناقصا 5 داخل قوس، وهنا عندنا 4 اكس دي للاكس. ايضا هاي داله هنا شنو عندي؟ داله قوسيه. فاول ما نجي طبعا هذا جايني بالدور الثاني سنه 18 19، فاول ما نجي لازم نتخلص منين؟ نتخلص من الجذر. شلون نتخلص من الجذر؟ نقسم اس اللي داخل الجذر على يمين على دليل الجذر. يعني هسه شو صار لنا؟ هاي علامه التكامل نفسها، بعدنا ما مكاملين. اذا هنا نكتب القوس نفسه 2 اكس تربيع ناقصا 5، القوه هنا اللي مرفوع لها ايش قد؟ حتى لو ما كاتب لي شوف هيك، فهسه باعتبار هذا القوه اللي مرفوع لها ايش قد؟ 1. واذا جاني داخل قوس فهنا الاس مالته هو ايش قد؟ العدد 1، انطيني 2 ينطيني 3، فهسه انا ما موجود يعني قيمته ايش قد؟ 1. انقسم على اليمن على دليل الجذر، ودليل الجذر 1 على ايش قد هنا عدي؟ على 3، وهنا هو منطيني 4 اكس دي المن دي للاكس. هسه هنا نجي على اليمن، نجي على هذا السؤال اللي موجود عندي، داله قوسيه. شلون اعرف داله قوسيه؟ هذا قوس مرفوع الى قوه، واضح هنا عندي ايش قد القوه؟ 1 على ايش قد؟ 1 على 3. اذا دائما من عندي داله قوسيه لازم القى مشتقه داخل القوس، وانا داخل القوس هذا داخل القوس، المشتقه مالته اشتق ليها على صفحه. الاثنين تضرب الاثنين ايش قد يصير؟ 4، والاس ينقص لواحد ايش قد يصير هنا عندنا؟ اكس. اذا هنا راح يصير عندي 4، شنو هنا عندي؟ 4 اكس. والخمسه ايش قد مشتقتها؟ مشتقتها 0. اذا هسه هاي باوحه، شوف هاي هنا شو اقول عليها؟ اقول عليها مشتقه هنا شنو عندي؟ مشتقه داخل هنا شنو عندي؟ مشتقه داخل القوس. اذا مشتقه داخل القوس ايش قد؟ 4 اكس. اشوف بالسؤال منطيني 4 اكس، اذا منطيني هاي 4 اكس. اذا مشتقه داخل القوس هنا موجوده لو ما موجوده؟ موجوده. اذا ماكو داعي اضرب فد عدد موجود عندي هنا، مثل اللي شنو؟ مثل السؤال اللي قبله. فهسه هاي اقول عليها مشتقه هنا شنو عندي؟ مشتقه داخل هنا شنو عندي؟ مشتقه داخل القوس. زين، اذا مشتقه داخل القوس موجوده شو اسوي لها؟ من ارده كامل احذفها ويا من؟ ويا رموز التكامل. اذا هذا اللي هنا عندي الاس والدي اكس هنا اللي موجوده عندنا والاربع اكس، لان كل شنو؟ كل هني ينحذفن. زين، شو اسوي هسه هنا؟ اجي اضيف للاس. ايش قد اضيف للاس؟ اضيف له 1 واقسم على الاس الجديد. يعني هسه انا راح ايش قد يصير؟ نقول وتساوي لنا هنا عندي 2 اكس تربيع ناقصا 5، راح اضيف لها ايش قد؟ 1. هي ايش قد عندي اني؟ اني عندي 1 على 3، واضيف لها ايش قد؟ اضيف لها 1. زين، يعني هسه هنا شو اسوي؟ اجي اطلع لها المضاعف، او اقول لا عندي الطريقه الاسهل اللي موجوده عندي، نقول الباص زائدا المقام على اليمن على المقام، الباص زائدا المقام على المقام. وين الباص؟ الباص 1، ايش قد المقام؟ 3، 1 و3 ايش قد يصير؟ 4 على 3، يعني راسا اقدر اكتب 4 على ايش قد؟ على 3، واقسم على الاس الجديد اللي هو 4 على ايش قد؟ على 3 زائد شنو؟ زائد سي. بس واحد يقول شلون طلعتها؟ اقول له الباص ايش قد؟ 1 زائد المقام ايش قد؟ المقام 3 على اليمن على المقام، المقام 3
ويساوي لنا 1 زائد 3 ايش قد يصير؟ 4 على ايش قد؟ 4 على 3. فانا راسا طلعتها 4 على 3 واقسم على 4 على 3 زائد شنو؟ زائد سي. هاي الخطوه انتهت التكامل، بس بقى عندي شنو؟ بقى عندي ترتيبها. اذا هذا اقدر اراجع للاصل مالته، وهذا يقلب يعني على مود يصير قدام العدد نقول ويساوي لنا. فهنا ايش قد راح يصير عندنا؟ 4 على 3 تقلب القسمة إلى ضرب، إذن يصير لنا 3 على جد 3 على 4. أراجع الأصل مالته، نكتب الجذر مثل ما موجود عندنا. شنو اللي داخل القوس اللي موجود عندنا هنا؟ 2 اكس تربيع ناقص 5. هذا المقدار مرفوع للقوة جد للقوة 4، ودليل الجذر جد دليل الجذر جد 3 زائد شنو؟ زائد سي. انباوع هنا دليل الجذر جد 3، وأيضا هنا بالأخير منتهي لجد 3. خاف واحد يغلط ويخلي هنا 3، وهنا عندنا شنو؟ 4. هسه نجي على السؤال اللي بعده اللي هو السؤال 12. هذا ايضا جاني بالدور الثالث سنه 18 19. فهسه هذا عندي الحل مالته. هذا هنا عندي هم ماتين جذر وهم كسر، يعني لازم اتخلص من الجذر ولازم اتخلص من العدد من المقدار اللي موجود داخل شنو هنا عندي؟ جو الكسر اللي موجود، يعني اثنيناتين يلا اقدر اكامل. يعني هنا عندي جذر لازم اتخلص من الجذر، هنا لا عندي شنو؟ عندي كسر وعندي شنو؟ عندي جذر. اذا لازم اتخلص من الجذر ولازم اتخلص منين؟ من المقدار اللي موجود بالمقام. زين هسه اول ما نجي هنا شو نقول؟ نقول تكامل هذا موجود عندي هنا، الجذر نتخلص من عنده شلون؟ نقسم اس المقدار على دليل الجذر. فهسه عندي 5 اكس زائد 2. زين هذا هاي البصمه لنا علاقه بيه. نجي على المقام، دليل الجذر ما مكتوب، واذا ما مكتوب يعني تربيعي القوه مالته 2، وهذا المقدار ما مرفوع القوه يعني القوه مالته ايش قد؟ 1. فهسه راح نخلي قوس ونقول 5 اكس زائد ايش قد؟ 2. هنا من نجي نقسم راح يصير لي 1 على ايش قد؟ 1 على 2. اذا هسه هذا الاس مال المقدار ايش قد موجود هنا عندنا؟ هنا عندك 1 على ايش قد؟ على 2. وهنا نكتب دي شنو؟ دي للاكس. زين هسه واحد لما نجي يشوف هذا المقدار وهذا المقدار، ذولا متشابهين لو ما متشابهين؟ متشابهين. فعندنا هنا ايش قد؟ 5 اكس زائد 2، وهنا عندي هم 5 اكس زائد 2. هذا مرفوع القوه ايش قد؟ 1، وهذا مرفوع القوه ايش قد؟ للقوه نصف. زين هسه بيناتهم شنو؟ بيناتهم قسمه، وعند القسمه ايش بيها؟ تطرح الاسس. عند القسمه ايش بيها؟ تطرح الاسس. هذا المقدار اللي موجود عندنا هنا، شوف هذا من هنا ايش قد الاس مالته؟ هنا عنده الاس مالته 1، وهذا الاس مالته ايش قد؟ الاس مالته نصف. اذا الفرق بين بين الواحد وبين النص ايش قد؟ نص. ويا الكبير اللي موجود؟ موجود عندنا بالباص. يعني هسه نقول ويساوي لنا تكامل، راح هنا شنو يبقى لنا؟ 5 اكس زائد ايش قد؟ زائد 2 مرفوع على القوه 1 على 2 دي للاكس. اذا عند القسمه ايش بيها؟ تطرح الاسس. هاي ايش قد المقدار مالته مرفوع للقوه؟ للقوه 1، وهاي القوه ايش قد؟ للقوه نصف. فالفرق بين الواحد وبين النص ايش قد؟ نص. والكبير وين موجود؟ بالباص. لو بالمقام موجود بالباص، اذا يصير عندي 1 على ايش قد؟ 1 على 2. اذا هسه انا منين تخلصت؟ تخلصت من الجذر. وش خلصت؟ خلصت من المقدار اللي موجود شنو هنا عندي بالمقام، وصارت هاي الداله اللي موجوده عندي هنا. زين هسه هاي صارت داله قوسيه لو مو داله قوسيه؟ هاي داله قوسيه. ومن نريد اشتق الداله القوسيه لازم الخطوه الاولى نطلع مشتقه داخل شنو؟ القوس، نشوفها موجوده لو ما موجوده. وانا داخل القوس، هذا داخل القوس، هذا شوفه هذا داخل القوس. زين داخل القوس شنو هو؟ هو 5 اكس زائد 2. هاي باوع هنا عندي 5 اكس زائد 2، المشتقه مالتها ايش قد راح تصير؟ قلنا كل 5 اكس ايش قد مشتقتها؟ مشتقه الاكس 1، 1 في 5 اذا 5، اذا المشتقه مالتها ايش قد؟ 5. والاثنين ايش قد مشتقتها؟ 0. اذا هاي اقول عليها مشتقه هنا شنو عندي؟ مشتقه داخل هنا عندي شنو؟ القوس. هاي الخمسه اللي موجوده مشتقه داخل القوس. زين منطيني هنا موجود عدد 5؟ لا ما موجود. زين انا اقدر اوفر لو ما اقدر اوفر؟ مشتقه بس عدد نقدر نوفر، اذا راح اقول اضربها في 5 واقسم على 1 على 5. راح اسوي لك اياها خطوه ثانيه هنا على مود تبين عندك، نقول وتساوي ان هي خطوه زايده. هاي تكامل، هنا عندنا 5 اكس زائد 2 مرفوع للقوه 1 على 2 دي للاكس. اذا انا ايش اسوي هسه؟ اذا اجي اضربها ب 5، احنا ايش قد عندي؟ 5، واقسم على 1 على 5، اذا اخلي خارج التكامل 1 على 5. هسه هذه صارت المشتقه موجوده لو مو موجوده؟ موجوده.
وإذا موجودة شبيهة تحذف ويا رموز التكامل. إذن هاي علامة التكامل والدي اكس تنحذف والخمسة شبيهة أنا عندي تنحذف. وأجي شو أسوي هسه؟ هاي طبعا الواحد على خمسة اللي خارج التكامل لا هاي تبقى دائما تبقى، بس اللي داخل التكامل شبيهة هي اللي شبيهها هي اللي تنحذف. هسه أجي أضيف للأسج، قد أضيف له؟ أضيف له واحد وأقسم على الأسج جديد، يعني راح شو تصير؟ نقول وتساوي هاي الواحد على خمسة تنزل مثل ما هي، واحد على خمسة قوس نكتب الدالة مثل ما هي، شقد؟ خمسة إكس زائد شقد؟ اثنين. مرفوع على القوة شقد؟ نصف. راح شو نقول هنا عدي؟ أقول نصف زائد شقد؟ زائد واحد، يعني أطلع المضاعف. أو شو أقول؟ أقول البسط زائد المقام، فعندك البسط واحد زائد المقام اثنين على المقام اللي هو اثنين، وتساوي لنا ثلاثة على شقد؟ تساوي لنا ثلاثة على اثنين. إذن هسه هنا من أضيف لها واحد راح شقد يصير؟ يصير الثلاثة، واضحة؟ ثلاثة على اثنين، وهذا المقدار أقسم أيضا ثلاثة على شقد؟ ثلاثة على اثنين، ونقول زائد ثابت التكامل اللي هو شنو؟ اللي هو سي. إذن هسه قلنا الواحد على خمسة تنزل نفسها لأن هاي خارج التكامل، الخمسة تحذف ويا رموز التكامل. ليش الخمسة تحذف؟ لأن صارت مشتقة شنو عندي؟ مشتقة داخل شنو عندي؟ مشتقة داخل القوس، وما طول مشتقة داخل القوس موجودة تنحذف. وراح أضيف للأس واحد، فنصف من أضيف لها واحد نقول الباص زائدا المقام، الباص زائدا المقام على المقام، الباص واحد زائدا المقام اثنين على اثنين، وتساوي لنا ثلاثة على اثنين. هسه بقى عندي ترتيب، نقول ويساوي لنا هنا عندنا هذا، وتساوي واحد على خمسة في تقلب القسمة إلى ضرب، تصير عندي اثنين على شقد؟ اثنين على ثلاثة. خلي جذر إذا أريد أرجعها للأصلية، طبعا واحد بالامتحان إذا عيفة هيش عادي ماكو إشكال يطيع عليها درجة، بس أنا إذا أريد أرجعها للأصل مالتها شلون؟ أقول هنا عندي أكتب المقدار اللي داخل القوس اللي هو خمسة إكس زائد شقد؟ زائد اثنين. وهنا عندنا هذا القوس اللي موجود عندي اللي بالباص يمثل لنا أس المقدار شقد؟ ثلاثة. وهنا دليل الجذر اللي هو العدد اللي موجود وين بالمقام القيمة مالته شقد؟ اثنين. ودائما نجي نشوف شوف دليل الجذر شقد موجود عندك هنا؟ اثنين. ايضا طلع لنا شقد؟ القيمة مالته شقد؟ اثنين. زين هسه هنا شنو عندي؟ ذولا اذا اكو بهم اختصارات؟ ماكو اختصارات طبعا. زائد شنو؟ زائد سي، وتساوي لنا هنا نضرب الباص بالباص والمقام في المقام او نكتب هذه نفسها، فواحد في اثنين ايش قد يصير لنا؟ يصير لنا اثنين على، وخمسة في ثلاثة ايش قد يصير عندنا؟ يصير عندنا 15، ونكتب هذا الجذر مثل ما هو موجود عندنا، ايش قد هنا راح يصير عندي؟ خمسة اكس زائد ايش قد؟ خمسة اكس زائد اثنين مرفوع للقوة ايش قد؟ للقوة ثلاثة. ودليل الجذر ايش قد؟ دليل الجذر اثنين، اكتبه او ما اكتبه هو شنو؟ اثنين زائد شنو؟ زائد سي. طبعا بالاسئله الوزاريه من يجيك هذا يعني على هذا الموضوع دائما يجيب لك ثلاث افرع ويقول لك اختار شنو؟ اختار اثنين من عندهم. فانت شوف يا اللي مثلا شويه مسيطر عليه وضابطه فهو اللي تحله قبل من؟ قبل الاخر. 13 جد التكامل الاتي، علامه التكامل 3 ناقصا اكس مرفوع للقوه 5 و3 ناقصا اكس مرفوع للقوة 10 دي المين دي للإكس. هذا جاني بالتمهيدي سنة 18-19. زين هسه لما نجي باوع هذا القوس مرفوع للقوة 5 وهذا القوس مرفوع للقوة 5، إذن أنا لازم أتخلص منين؟ لازم أتخلص من الكسر، يعني هذا المقدار اللي موجود عندي بالكسر لازم أتخلص من عنده بالمقام موجود هنا. زين هسه هذا القوس وهذا القوس مش شابهين لو ما مش شابهين؟ مش شابهين. فهسه هنا شو أقول الحل مالتي؟ أقول ما طول بيناتهم قسمة، إذن عند القسمة شبيهة تطرح الأسس. فهسه أقدر أختصر أو أقول لا هذا المقدار أرفع لفوق والأقواس يكون المشابهات وتكون العلامة بيناتهم ضرب وعند الضرب تجمع الأسس. فبكيفك بأي طريقة تريد تحلها تحلها ماكو إشكال. فهسه هنا الحل مالتنا أول ما نجي نقول هسه هذا القوس وهذا القوس شبيهم هنا عندنا مشابهين، فلما نجي نريد الحل مالتنا نقول راح نختصر يعني عند القسمة تطرح الأسس، فهنا عندنا خمسة وهنا عندنا شقد 10، فالفرق بين الخمسة والعشرة شقد؟ خمسة، وياها الكبير راح يكون عندنا الكبير بالمقام، يعني هسه شقد راح يبقى لنا هنا؟ هذا الحل مالتنا. إذا هنا عندنا خط كسر يبقى لنا بالمقام ثلاثة ناقصا إكس مرفوع للقوة شقد؟ للقوة خمسة. ليش؟ لأن عشرة ناقصا خمسة
فهنا قد الفرق بيناتهم خمسة، وين الكبير؟ كبير بالمقام، إذن هنا يبقى لنا قد عندنا خمسة، وبالفصل قد بقى لنا؟ بقى لنا واحد، وهنا عندنا دي شنو؟ هنا عندي دي الاكس. أنا بعدني شنو؟ بعدني ما هنا بعدني ما مكامل، إذن هاي هنا شنو عندي؟ بس اختصار. زين، أنا دائما من عندي مقدار موجود بالمقام، لازم شو أسوي لهذا المقدار؟ لازم أتخلص من عنده. شلون أتخلص من عنده؟ أما قلنا بالتحليل بالتجربة فرق بين مربعين عامل مشترك واجي اختصارات. هسه هنا ما عندي تحليل، اذا هذا راح شو اسوي له؟ هذا راح يرفع منين؟ من المقام للباص، ومن يرفع من المقام للباص راح الإشارة مالت الاسم مال تشبيهه تتغير، يعني راح شو يصير هنا؟ نقول هنا علامة التكامل. طبعا الواحد اكتبه او ما يكتبه هو شنو ما يأثر هنا عندي، لان هو واحد وهنا المعامل واحد، وهذا راح يصير عندي 3 ناقصا x مرفوع للقوة الخمسة تصير لسالب 5، وهنا عندنا دي شنو؟ دي للاكس. او واحد شو يقول؟ يقول لا من البداية هاي صعدها لي فوق، راح ايش قد يصير هنا عندك؟ سالب 10، فموجب 5 وسالب 10 عند الضرب تجمع الاسس، الفرق بين العشرة سالب 10 والخمسة هو ايش قد؟ سالب 5، يعني نفس الناتج راح يطلع عندنا هنا. هسه هذه من اجي اردى كاملها صارت دالة قوسية. شلون اعرفها دالة قوسية؟ هذا مقدار مرفوع القوة، بس القوة هنا اللي مرفوع لها شنو؟ بي السالب. ومن عندي دالة قوسية انا لازم اول خطوة اجي ابحث عن مشتقة داخل القوس موجودة لو ما موجودة. وانا داخل القوس، هذا داخل القوس اللي موجود عندنا شقد؟ اللي هو 3 ناقصا اكس. فهسه هنا عندنا شوف، هنا عندنا 3 ناقصا اكس، والله اشتق لي اياها. الثلاثة مشتقتها شقد؟ صفر. تروح اذا داخل القوس بس الاكس هنا مشتقتها شقد؟ مشتقتها سالب 1. اذا هاي السالب 1 هي مشتقة هنا شنو عندي؟ مشتقة داخل القوس. مشتقة داخل هنا شنو عندي؟ القوس. هل موجودة هنا مشتقة داخل القوس؟ لا ما موجودة. زين، هي بس عدد اقدر اوفرها اني، اقول شو يصير هنا عندنا؟ نقول وتساوي ان مشتقة داخل القوس انا راح اوفرها، اخلي علامة هنا شنو عندي؟ اخلي علامة التكامل. وهسه راح نجي شو نسوي؟ اقول راح اخلي سالب هنا عندي سالب 1، والمقلوب هو نفسه هنا عندي سالب، اذا اخلي سالب خارج التكامل، واخلي سالب 1 داخل شنو؟ التكامل، واكتب الداله مثل ما هي 3 ناقصا ايش قد؟ 3 ناقصا اكس مرفوع للقوه ايش قد؟ هنا 3 ناقصا اكس مرفوع للقوه 5، وهنا عندنا ايش قد؟ سالب 5. 3 ناقصا اكس مرفوع للقوه سالب 5 دي للاكس. زين، هسه من اجي اردى كاملها شو اقول عليها؟ اقول مشتقة داخل القوس موجودة لو مو موجودة؟ موجودة. هاي ايش قد القيمة؟ وهذه هاي خارج التكامل ما له علاقة بها، دائما العدد اللي خارج التكامل ما لنا علاقة به. اذا نحذف رمز التكامل الاول هذا اللي موجود عندنا هنا، راح نحذف هذا رمز التكامل ويا من ينحذف؟ ويا الدي اكس ويا السالب. هاي با هاي السالب، هاي السالب تنحذف. ليش؟ لان صارت مشتقة داخل شنو عندي؟ مشتقة داخل القوس، فشنو تنحذف. وش اسوي هسه؟ اجي اضيف للاس واحد واقسم على اليمين على الاس الجديد، يعني راح شو يصير هنا عندنا؟ نقول وتساوي ان هاي السالب ما لنا علاقه بها تنكتب نفسها، وهنا ايش قد راح يصير عندي؟ 3 ناقصا اكس مرفوع للقوه ايش قد؟ هي سالب 5، باو احنا عندك سالب 5 وتضيف لها واحد ايش قد يصير هنا عندنا؟ هذا موجب، هذا موجب، هذا سالب، الفرق بيناتهم سالب 4. اذا راح يصير عندنا هنا ايش قد الاس مالتها؟ سالب 4. واقسم المقدار على ايش قد؟ على سالب 4 زائدا شنو؟ زائدا سي. طبعا الحد هنا التكامل مالته شنو؟ التكامل مالته انتهى. سالب على السالب شو يصير هنا عندنا؟ سالب على السالب يصير موجب. زين، هذا المقدار الاس مالته سالب لو موجب؟ هذا سالب. واحنا دائما قلنا لازم الناتج يكون عندي باسس شنو؟ باسس موجب. اذا شو اسوي له هسه؟ هذا راح انزله من الباص لوين؟ للمقام على مود تتغير الاشاره مالته. فهسه انا عندي خط كسر الاربعه، قلنا سالب على سالب صار عندي موجب، الاربعه تنكتب نفسها مثل ما هي، وهذا راح انزله القوس اللي هو ايش قد انا عندي؟ 3 ناقصا اكس مرفوع للقوه ايش قد؟ للقوه 4. وبالبص ايش قد بقى لنا؟ بقى لنا 1 زائد شنو؟ زائد سي. اذا هو هذا التكامل المن لهذا المقدار يساوي لنا 1 على 4 قوس، عندنا 3 ناقصا اكس مرفوع للقوه 4 زائد سي ثابت التكامل. هذا قلنا جاي وين؟ جاي بالتمهيدي سنه 18 19.
نجي للسؤال البعده اللي موجود عندنا هنا، هذا ايضا جاني بالتمهيدي سنه 18 19. طبعا هذا جاي سؤال بوحده، يعني مو مطيك ثلاثه اخرى او تختارهم، فهذا من ضمن الاسئله اللي جاي عندنا بالتمهيدي. فالحل مال هذا السؤال، الحل مالتنا هذا، هنا عندنا جذر، اذا لازم نتخلص من الجذر، وراح يصير عندي داله قوسيه، ولازم نلقى لنا شنو مشتقه، شنو هنا عندي مشتقه داخل القوس. فهسه لما اجي على هذا السؤال اشوف هنا عندي الحل مالتنا بين هذا الحد وهذا الحد اكو عامل شنو مشترك، شنو المشترك بيناتهم؟ هنا عندك اكس اس 4 وهنا عندك اكس تربيع، فالمشترك بيناتهم هو داخل الجذر، راح اطلع العامل المشترك. ايش قد العامل المشترك؟ اكس تربيع. ليش؟ لان باقل اس هاي اكس اس 4 وهاي اكس اس ايش قد 2، فيصير لنا اكس تربيع. هنا الاعداد ما بيناتهم مشترك، يبقون نفسهم. فهسه هنا من طلعت هنا من عندها اكس تربيع ايش قد يبقى لنا؟ يبقى لنا 3، وهنا عندنا الاكس 4 طلعت من 2 ايش قد تبقى لنا؟ تبقى لنا 2 ناقصا هنا عندنا الاكس تربيع، تقسيم اكس تربيع يعني طلعت، بقى لنا بس ايش قد؟ بقى لنا بس العشرة، ونسيت شنو عندي القوس، ودي هنا عندنا شنو؟ دي للاكس. اذا هسه هاي شو اقول عليها؟ هاي الاكس تربيع هاي طلعت عامل شنو هنا عندي؟ عامل مشترك. اذا هاي شنو هنا عندي؟ عامل مشترك. زين هسه نجي على اليمن على الخطوه اللي بعدها، هذا الجذر شو اسوي له؟ راح اوزع مره للاول ومره شنو للثاني، يعني شو يصير؟ نقول وتساوي لنا الجذر هنا راح يصير علامه التكامل، انا بعدني ما مكامل هنا عندي، راح يصير لجذر الاكس تربيع وفي علامه ضرب الجذر الثاني شنو اللي موجود عندي؟ هنا عندنا 3 اكس تربيع ناقصا ايش قد؟ ناقصا 10، ونخلي هنا عندنا شنو؟ نخلي الدي اكس. اذا هنا عندك باو هذا الجذر توزع مره لمن؟ للمقدار الاول، ومره ل هذا 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 عندي حد وهذا حد، القوس كل حد يعتبري ويعتبر النف. هنا نقول اكس تربيع هنا عندي شنو؟ علامه ضرب عندنا 3 اكس تربيع ناقصا شنو؟ ناقصا 10. هسه نجي نتخلص منين؟ نجي نتخلص من الجذر. شلون نتخلص من الجذر؟ نقسم اس المتغير على دليل الجذر. اس المتغير ايش قد؟ 2، دليل الجذر ايش قد؟ 2، يعني راح يصير لي اكس تربيع احنا عندنا 2 على ايش قد؟ على 2، وهذا ايش قد راح يصير لنا؟ هذا هنا راح يصير عندي قوس من نتخلص من الجذر، دليل الجذر ايش قد؟ 2، واس المقدار ايش قد؟ 1، فيصير لنا 3 اكس تربيع ناقصا ايش قد؟ ناقصا 10 مرفوع للقوه 1 على ايش قد؟ 1 على 2، ونخلي هنا عندنا دي شنو؟ دي للاكس. طبعا هاي الثنين راح تختصر ويا من؟ تختصر ويا هاي الثنين، يعني ايش قد بقى لنا هنا؟ بقى لنا بس اكس. زين هسه هذا صار داله قوسيه، لو مو داله قوسيه هذا صارت داله قوسيه، ايش قد مرفوعه؟ مرفوعه للقوه 1 على ايش قد؟ 1 على 2. زين انا دائما من عندي داله قوسيه اجي ابحث عن مشتقه داخل القوس، وانا داخل القوس 3 اكس تربيع ناقصا ايش قد؟ 10. بالله اشتق لي مشتقه داخل القوس، داخل القوس ايش قد مشتقته؟ 2 في 3 ايش قد يصير؟ 6، ولو ينقص لي 1 اذا شنو هنا يصير عندنا؟ 6 اكس، ولا 10 مشتقاتها 0. اذا نقول 6 اكس هي هنا عندي شنو هذا 6 اكس؟ ال 6 اكس هي مشتقه هنا شنو عندي؟ مشتقه داخل هنا عندنا شنو؟ مشتقه داخل القوس. هل موجوده هنا عندي مشتقه داخل القوس؟ لا ما موجوده. شنو الموجود من عندها؟ موجود من عندها بس الاكس. زين ايش قد تحتاج على مود تصير تشبه لهذه؟ اذا محتاجه 6، فاقول اضربها في 6 واقسم على 1 على 6. هاي خطوه جوه هنا راح اسوي لك اياها. فنقول هنا عندنا كانت الداله اكس، لان قلنا اختصرنا هذا ويا هذا، بقى لنا بس الاكس، الاس مالتها 1، وهنا عندنا 3 اكس تربيع ناقصا 10 مرفوع للقوه 1 على 2، دي المن؟ دي للاكس. هسه شو نسوي؟ قلنا راح نضيف شنو هنا داخل هنا عندنا 6، ونقسم على 1 على ايش قد؟ نقسم على 1 على 6، محتاجه 3 نضرب في 3 ونقسم على 1 على 3. هسه اقدر اكاملها؟ هسه نقدر نكاملها. رمز التكامل هاي الاس اللي موجوده عندي والدي اكس ومشتقه داخل القوس، هاي شنو هاي هنا عندي؟ مشتقه هنا شنو عندك؟ داخل القوس، ايش بيها؟ تحذف. زين والواحد على 6، الواحد على 6 تنكتب مثل ما هي، ما لنا علاقه بها. نقول وتساوي ان 1 على 6 خارج التكامل، نكتب الداله نفسها، ايش قد الداله؟ 3 اكس تربيع ناقصا ايش قد؟ ناقصا 10، واجي اضيف للاس، ايش قد اضيف له؟ اضيف له 1، هو نصف، هنا عندك نصف زائدا 1، يعني نقول الباسط زائدا شنو هنا عندي؟ المقام على اليمن،
على المقام، والبسط شقد؟ 1 زائد المقام 2 على 2 وتساوي لنا 3 على شقد؟ 3 على 2. إذن هنا راح أخلي 3 على 2 وبالمقام شقد أكتب؟ أكتب 3 على 2 زائد شنو؟ زائد سي. الخطوة اللي بعدها نقول وتساوي لنا، هنا عندنا وتساوي لنا هاي القسمة تنقلب إلى شنو؟ إلى ضرب، يعني يصير لي 1 على 6 في شو يصير هنا عندنا؟ 2 على شقد؟ 2 على 3. هذه دور درجه حل الجذر مالتها، طبعا تريد تكتبها قوس وفوق 3 على 2 ماكو اشكال، يعطيك عليها درجه كامله بالامتحان. او واحد يقول انا اعرف ارجحها واتعلم شلون ارجحها، راح نكتب الجذر مثل ما هو هذا الجذر، ونخلي اللي داخل القوس 3 اكس تربيع ناقصا شقد؟ ناقصا 10. هذا المقدار مرفوع للقوه شقد؟ مرفوع للقوه 3. ودليل الجذر شقد؟ دليل الجذر 2. قلنا مثل ما بدينا ب 2 ننتهي شنو؟ ننتهي ب 2. هسه اكو اختصار، اكو اختصار بين السته وبين الاثنين، فهنا على 2 بها 1، على 2 ايش قد بها؟ بها 3، طبعا زائد شنو؟ زائد سي، وتساوي لنا هاي الخطوه مجرد شنو هنا عندي؟ تبسيط لهذا المقدار، وتساوي لنا يصير عندنا هنا واحد، هنا عندنا 3، 3 في 3 1 على 9، وهذا ينكتب نفسه الجذر اللي موجود عندنا هنا، شنو هنا راح ينكتب لنا اللي داخل الجذر 3 اكس تربيع ناقصا شقد؟ ناقصا 10، ومرفوع للقوة شقد؟ مرفوع للقوة 3، ودليل الجذر 2، طبعا 2 نكتبها وما نكتبها ما تأثر، لأن يعني هو دليل الجذر تربيعي، زائد شنو؟ زائد سي. إن شاء الله نلتقي وياكم بالمحاضرة القادمة وتكملة حل الأسئلة الوزارية على موضوع التكامل غير المحدد.